بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المستوى الأول دبلوم ماجستير مهني محاسبة. نسترجع مع بعض العناصر اللي احنا ناقشناها خلال الكورس بتاعنا. اتكلمنا على الرقابة الداخلية، طبعا قلنا مهم جدا نبقى عارفين ايه هي المفاهيم الأساسية المرتبطة بالرقابة الداخلية، مفهوم الرقابة الداخلية، ومن خلال المفهوم نقدر نحدد ايه هي المقصود بالرقابة الداخلية وايه اللي بتتميز بيه، اهداف الرقابة الداخلية. واتكلمنا على الاهداف وفقا لاصدار الكوسو 1992 والتعديلات اللي حصلت في 2013، ايه هي مسؤولية الادارة، ايه هي القيود المتلازمة الموجودة على هيكل الرقابة الداخلية. اتكلمنا على أهمية الرقابة الداخلية من وجهة نظر عميل المراجعة ومن وجهة نظر المراجع نفسه. ايه هي وظائف الرقابة الداخلية؟ وان احنا عندنا رقابة مانعة ورقابة كاشفة ورقابة مصححة. واتكلمنا ان احنا في اجراءات للرقابة الداخلية بيتم تطبيقها في ضوء بتكنولوجيا المعلومات، تحديدا التشغيل الالكتروني للبيانات. اتكلمنا على مكونات ومبادئ هيكل الرقابة الداخلية. طبعا المكونات موجودة من اصدار 92، حصل عليها بعض التطوير في 2013، والمكونات تم تقسيمها الى مبادئ. قلنا الخمس مكونات، لازم نبقى عارفين المبادئ اللي بتكون منها كل مكون، وقلنا مجموع المكونات 17، المكونات خمس مكونات و 17 مبدأ. قلنا نبقى عارفين ايه كل مكون من المكونات اللي عندنا وايه هي المبادئ اللي بيشملها هذا المكون. طبعا المكونات، كل مكون من المكون له مجموعة من التفاصيل المرتبط بها، الخصائص، إجراءات بيتم تنفيذها خلال المكون. نبقى عارفين الحاجات دي كلها، دي مهمة جدا. هذه استعراض سريع للمكونات والمبادئ. كمان جينا بعد ما خلصنا المكونات اتكلمنا على وظيفة المراجعة الداخلية ودورها ايه في الرقابة الداخلية، وقلنا ان المراجعة الداخلية دي بتعتبر بؤرة الرقابة الداخلية للدور الفعال اللي بتقوم به. قلنا ضرورة فهم الرقابة الداخلية علشان نقدر نقيم خطر الرقابة بشكل عام، واتكلمنا على ايه الشروط المفروض تبقى موجودة عند تخطيط عملية المراجعة. اتكلمنا على ضرورة فهم الرقابة الداخلية بغرض التصميم والتنفيذ، اللي هو غرض تصميم هيكل الرقابة الداخلية وتنفيذه. طبعا الفهم اللي بيتم الحصول عليه لابد من توثيق الفهم، وقلنا ان احنا عندنا توثيق الفهم ممكن يكون من خلال الوصف النظري او من خلال خرائط التدفق او من خلال قائمة استبيان بتتضمن مجموعة من الاسئلة اللي بيتم الاجابة عليها بنعم او لا. اتكلمنا بعد كده على التقديرات والقرارات، قلنا لازم تقدير ما اذا كانت قوائم مالية للمنشأة قابلة للمراجعة، تقدير خطر الرقابة الذي يتم الذي يتفق مع الفهم الذي تم التوصل اليه. في طبعا اعتبارات لازم اخذها في الاعتبار، تقدير ما اذا كان يمكن تدعيم خطر الرقابة المقدر على نحو منخفض، تحديد خطر الرقابة المقدر بشكل مناسب. وبعد كده اتكلمنا على اختبارات الرقابة. البند اللي بعده اتكلمنا على الاجراءات الخاصة بالتحقق من تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية. يبقى احنا اتكلمنا الاول على ضرورة الحصول على فهم لنتمكن او يتمكن الشركة او المسؤول عن الرقابة الداخلية من تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية، وبعد كده في اجراءات عشان نتحقق من التصميم والتنفيذ. تقدير خطر الرقابة، واتكلمنا على تحديد أهداف المراجعة وإيه الأدوات الرقابية المناسبة الموجودة وإزاي أقدر أتعرف على أوجه الضعف وأقيمها. اتكلمنا على مصفوفة الخطر، وده شكل من أشكال أو شكل مبسط لمصفوفة خطر بيطبق على العمليات المالية للمبيعات في شركة معينة. خطاب الإدارة، ده نموذج لخطاب الإدارة.
هنا خطر الرقابة المقدر والعلاقة ما بينه وما بين الإجراءات اللازمة أو الاختبارات اللازمة للتوصل للفهم. الحكم على أمور المراجعة، بدأنا نتكلم على بعض المشاكل أو بعض الموضوعات اللي إزاي هنقدر نحكم عليها أو على أمور المراجعة الخاصة بيها، واتكلمنا على الرقابة الداخلية، على الأصول طويلة الأجل إزاي بتتم، على الأراضي، على المباني، دي كلها أمثلة، واتكلمنا على الرقابة الداخلية على السيارات إجراءاتها بتتم إزاي، على الأساس، على العدد والآلات. يبقى احنا خدنا مجموعة من الأصول طويلة الأجل باختلاف أشكالها، سواء كانت أصول ثابتة أو أصول معنوية، وقلنا إزاي بيتم إجراءات الرقابة عليها، وخدنا أمثلة على الأصول المتداولة زي المخزون وزي النقدية. اتكلمنا ادي كل ده خاص بالايه بالمخزون، سواء اثناء الشراء او البيع او عند الجرد. اتكلمنا على الرقابة على المدينين واوراق القبض بتتم ازاي، الرقابة على النقدية، وقسمنا النقدية ممكن تكون مقبوضات او مدفوعات، وعرفنا لو في حالة المقبوضات ايه الاجراءات اللي بتتم، في حالة المدفوعات ايه اللي بتتم. الرقابة الداخلية على البنوك ايه الاجراءات اللي بتتم، على بعض المصروفات وخدنا مثال عليها الاجور، على الالتزامات ازاي بنعمل رقابة على الالتزامات، وخدنا كمثال عليها الدائنين واوراق الدفع. جينا اتكلمنا بعد كده على الرقابة الداخلية في ضوء التشغيل الالكتروني للبيانات، وعرفنا طبيعة عمل المراجع في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات، البيئة ايه اللي حصل تغيير في بيئة التشغيل الالكتروني، ونتيجة التغير اللي حصل في البيئة ترتب عليها ايه النتائج المترتبة عليها، من سواء كان اختفاء للسجلات والمستندات، عدم وجود مسار جيد للمراجعة، تعقد وصعوبة فهم الأنظمة، فصل غير ملائم بين المهام، سهولة التلاعب والغش، فيروسات مرتبطة بالحاسبات الآلية اللي بيتم استخدامها وأثرها والمخاطر المترتبة عليها، وبالتالي احتاجنا مقومات للرقابة الداخلية في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. وقسمنا المقومات دي يا إما إجراءات وأدوات رقابية عامة، يا إما إجراءات وأدوات رقابية للتطبيقات، يا إما إجراءات وأدوات رقابية خاصة بالمستخدم، واتكلمنا على كل واحدة فيهم. جينا بعد كده اتكلمنا على الفصل الثاني اللي هو الإدارة الشاملة للمخاطر، ولما جينا بدأنا واتكلمنا على الإدارة الشاملة للمخاطر، قلنا ان الإدارة الشاملة او إطار الإدارة الشاملة للمخاطر ده بيعتبر التطور لهيكل الرقابة الداخلية. هيكل الرقابة الداخلية كان بخمس مكونات، كانوا خمس مكونات. لما جت الكوزو نفس الجهة او نفس الهيئة اللي أصدرت هيكل الرقابة الداخلية سنة 92، جت في سنة 2004 وطورت الهيكل ده وعملت إطار للإدارة الشاملة للمخاطر. إطار الإدارة الشاملة للمخاطر ده طبعا عايزين نعرف يعني إيه الخطر، يعني إيه إدارة الخطر، ده كتمهيد لأن احنا نقدر نخش بعد كده للإطار الخاص بالإدارة الشاملة للمخاطر، إيه هي مسؤوليات الأطراف المختلفة داخل المنظمة عن الإدارة أو عن إدارة المخاطر. ده كله حاجات مطلوبة منكم. ده شكل كده بيوضح ازاي بيتم عملية ادارة المخاطر، يعني في اهداف استراتيجية للمنظمة، بنبدأ نشوف ايه هي المخاطر اللي ممكن تعوق تحقيق هذه الاهداف. طب ازاي بشوف المخاطر دي؟ بنبدأ نعمل عملية تحليل للمخاطر، ابدأ اعرف المخاطر اللي موجودة، اوصف المخاطر، اعمل تقدير للخطر. ده كله عملية تقييم للمخاطر، ببدأ اعمل تقارير للخطر، بحدد ايه الفرص وايه التهديدات، ببدأ اتخذ قرار عشان اقدر اواجه المخاطر اللي موجودة. وطبعا بمجرد مواجهة المخاطر، هل المخاطر بعد مواجهتها بقت داخل حدود المستوى المقبول من المخاطر ولا اعلى منه؟ طبعا لو اعلى منه يبقى لازم نبدأ ناخد اي استجابة او اي اجراء، لو بقت داخل المستوى المقبول للخطر فده مقبول، فخلاص احنا كده هنقدر نحقق الأهداف بتاعتنا في ظل وجود هذا المستوى من الخطر، وفي ظل عملية متابعة مستمرة. طبعا متابعة مستمرة علشان لو في أي حاجة أنا ما قدرتش أوصل للمستوى المقبول، هبدأ أعمل تعديل في الإجراءات بتاعتي وأعيد
الموضوع تاني. طبعا المراجعة الداخلية لها دور مهم جدا أثناء هذه المرحلة. طيب ده كله كان إدارة الخطر بصفة عامة. لما جينا اتكلمنا على هيكل أو الإطار الخاص بالإدارة الشاملة للمخاطر، الهيكل اللي كان موجود في سنة 92 كان عبارة عن 5 مكونات. جت نفس الجهة زي ما قلنا الكوزو سنة 2004 وعملت لنا إطار الإدارة الشاملة للمخاطر اللي هو بيتكون من 8 مكونات. هنشوف ال8 مكونات دلوقتي، بس نتكلم بصفة عامة على طبعا مزايا إدارة الخطر، لها مزايا نبقى عارفين المزايا دي. نيجي بعد كده للإدارة الشاملة للمخاطر. ده تعريف الإدارة الشاملة للمخاطر والأهداف. الأهداف في الإطار في هيكل الرقابة الداخلية كانوا 3 أهداف، كانت أهداف تشغيلية، أهداف ترتبط بالتقرير، وأهداف ترتبط بالالتزام. لما جت الإدارة الشاملة للمخاطر في الإطار الخاص بيها زودوا الأهداف الاستراتيجية، زودوا عدد أهداف التلاتة، بقوا 4 أنواع من الأهداف. الزيادة كانت هي الأهداف الاستراتيجية. المكونات كانت عندنا بيئة داخلية اللي كانت موجودة في هيكل الرقابة الداخلية كان اسمها البيئة الرقابية. اللي زاد هنا أول حاجة تحديد الأهداف وتعريف الأحداث، يبقى احنا الزاد ادي 2 زادوا على 5 اللي كانوا موجودين، يبقى كده عندنا 7. تقدير المخاطر كانت موجودة زي ما هي، زاد عندنا كمان استجابات الخطر والأنشطة الرقابية موجودة والاتصال والمعلومات والمتابعة، يبقى احنا كده نفس الـ5 اللي كانوا موجودين في هيكل الرقابة الداخلية زاد عليهم تعريف الأحداث، زاد عليهم الأول تحديد الأهداف، تعريف الأحداث، وزاد عليهم استجابات الخطر. كده بعد كده اتكلمنا على المستويات اللي بتعمل عندها الإدارة الشاملة للمخاطر، وإن إنها بتشمل المنظمة ككل بكل مستوياتها. المسؤولية عن الإدارة الشاملة للمخاطر مسؤولية مين؟ وإيه المنافع اللي بتترتب على وجود إطار للإدارة الشاملة للمخاطر؟ إيه الأنشطة الموجودة؟ اتكلمنا على الأنشطة وقلنا إن إحنا عندنا تقديم التأكيد عن الإدارة الشاملة ده مسؤولية مين؟ والمراجعة الداخلية دورها إيه؟ اتكلمنا على إيه هي مهام ونطاق المراجعة الداخلية في ظل الإدارة الشاملة للمخاطر، وإيه الوضع التنظيمي بتاعها، ودور المراجعة الداخلية في الإدارة الشاملة للمخاطر، وقسمنا إلى 3 مستويات. وقلنا إن إحنا عندنا أدوار رئيسية للمراجعة الداخلية في الإدارة الشاملة للمخاطر، وقلنا إن في أدوار أخرى للمراجعة الشاملة للمراجعة الداخلية في ظل الإدارة الشاملة للمخاطر، دي بنسميها أدوار أخرى. طبعا ده كله بيضمن في ظل وجود مستوى من الاستقلالية للمراجعة الداخلية، وقلنا المستوى الثالث أدوار لا يجب على المراجعة الداخلية القيام بها. يبقى أنت لازم تبقى عارف إيه هي الأدوار الرئيسية، إيه هي الأدوار الأخرى، وإيه هي الأدوار التي لا يجب على المراجعة الداخلية القيام بها. بعد كده ربطنا ما بين الإدارة الشاملة للمخاطر والمراجعة الداخلية، وحطينا زي شكل كده أو إطار عام يوضح إزاي هنربط ما بين الإدارة الشاملة للمخاطر وبين المراجعة الداخلية. اتكلمنا بعد كده على المراجعة الداخلية على أساس الخطر وعرفناها، واتكلمنا على المعايير اللي تناولتها. معايير طبعا كان عندنا معيار 2000 ومعيار 2010 و2120 و2200 و2201، كل المعايير دي تناولت المراجعة الداخلية على أساس الخطر. بعد كده اتكلمنا على ايه هي خطوات المراجعة الداخلية على أساس الخطر، تبقى معروفة كويس جدا الخطوات، بداية من وجود أهداف المنظمة، تحديد مخاطر، وبعد كده بنحدد مستوى مقبول من الخطر. طول ما احنا في حدود المستوى المقبول من الخطر كده مفيش مشكلة عندنا، كده احنا ضمننا ان احنا من خلال الاستجابات اللي احنا بنتبعها هنقدر نحقق أهداف المنظمة. لكن لو احنا أعلى من المستوى المقبول للخطر، يبقى احنا في الحالة دي لازم هنتخذ استجابات تانية علشان نبدأ ندير الخطر ونقدر نحقق الأهداف المطلوبة. جينا بعد كده اتكلمنا في الفصل الثالث على إطار أهداف الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا المرتبطة بها، ده Control of Objectives for Information and Related Technology اللي احنا بنختصره بكوبت، وخدنا الإصدار الخامس اللي هو آخر إصدار، ده كان في سنة 2012، وبعد كده ظهر بعده إصدارات جديدة، بس احنا خدنا إصدار كوبت 5. كوبت 5 كان بيركز اكتر على تكنولوجيا المعلومات. بدأنا نتكلم على ايه هي مبادئ اطار كوبت 5، الملخص التنفيذي بيقول ايه، دي هي
المبادئ الخمسة اللي بيتكون منها إصدار كوفيد 5. أول مبدأ إن إحنا لازم نلبي أو نركز على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة. إحنا ناخد المؤسسة كلها في اعتبارنا من بدايتها لنهايتها. إحنا هنشتغل في إطار عمل واحد متكامل، إن إحنا نشتغل بأسلوب شمولي وبعد كده نفصل الحوكمة عن الإدارة. اتكلمنا بعد كده على تتابع الأهداف في إطار كوفيد 5. ادي زي ما انتم شايفين كده الشكل ده بيوضح تتابع الاهداف في كوفيد 5. دوافع اصحاب المصلحه دي اللي احنا عايزين نحققها، دي بتاثر في احتياجات اصحاب المصلحه. طيب عشان نحقق احتياجات اصحاب المصلحه هم عايزين ايه؟ عايزين فوائد ويقللوا مخاطر ويحسنوا استخدام الموارد. ده كله بينعكس على اهداف المؤسسه اللي بتعكسه الاهداف المتعلقه بتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي ده بنتم تقسيمها الى اهداف عناصر التمكين. ده نموذج يوضح الأهداف، دي المبادئ، هنا الهدف زي ما اتكلمنا عليه، عناصر التمكين عبارة عن ايه؟ ادي الأدوار والأنشطة والعلاقات، ده اللي بيتم داخل المنظمة. نيجي بعد كده ادي المبادئ والسياسات وأطر العمل، دي أول عنصر من عناصر التمكين. بعد كده العنصر الثاني العمليات اللي موجودة، الهياكل التنظيمية، الثقافة والأخلاقيات والسلوكيات، المعلومات، الخدمات والبنية التحتية والتطبيقات، العناصر البشرية والمهارات والكفاءات. يبقى احنا كده عندنا إطار كوفيد 5 ده بيتضمن خمس مبادئ وبيتضمن سبع عناصر للتمكين. جينا بعد كده اتكلمنا على فصل الحوكمة عن الإدارة، وقلنا نركز على الجزء ده بشكل كبير، ايه الفرق بين الحوكمة والإدارة وازاي بيحصل تفاعلات بين الحوكمة والإدارة. ده النموذج المرجعي للعمليات في كوفيد 5. لو لاحظت هتلاقي الجزء الاولاني ده بيضم الحوكمة، تقييم توجيه رقابة، الإدارة تخطيط بناء تشغيل رقاب مراقبة او رقابة. يبقى ده ادي الجزء الخاص بالحوكمة، وادي الجزء الخاص ما بين الإدارة، وده الفصل اللي حصل ما بين الحوكمة والإدارة. تيجي تتكلم ادي الحوكمة فيها خمس عمليات، فيها خمس عمليات، خمس عمليات دولت لازم بعمل لهم تقييم وتوجيه ورقابة. الإدارة بتشتمل أربع مجالات، المجالات مسؤوليات مع تتوافق مع مناطق مسؤوليات التخطيط والبناء والتشغيل والمراقبة، والمعروفة باختصار PPRM. وجينا قسمناهم بقى إلى قم بالموائمة والتخطيط والتنظيم، وده الاختصار أول حرف في كل كلمة، قم بالبناء استحواذ تنفيذ وده الاختصار، قم بتقديم الخدمة وصيانتها ودعمها وده الاختصار، قم بالمراقبة والتقييم والتقدير وده الاختصار. وادي إجراءات حوكمة تقنية المعلومات بتشمل الجزء الأساسي اللي هو خاص بالحوكمة، ادي الخمس عمليات ولازم بعمل لهم تقييم وتوجيه ورقة. ادي الخمس عمليات، 1 2 3 4 خمس عمليات. تعالى بعد كده للجزء الخاص بالإدارة، قلنا عندنا أربع مجالات، هم أدي 1 2 3 وأدي العمود الرأسي ده كمان ده الرابع. ده كل ما تناولناه في الجزء الخاص بمادة أنظمة الرقابة الداخلية. مطلوب منك تبقى عارف هيكل الرقابة الداخلية الصادر عن الكوزو سنة 2013، مكونات ومبادئ ودور المراجعة فيه، ودور المراجعة فيه زي ما اتفقنا. وبعد كده اتكلمنا على الإدارة الشاملة للمخاطر وإيه مكوناتها وإيه أدوار المراجعة الداخلية فيها وإيه هي المقصود بالمراجعة الداخلية على أساس الخطر وإزاي بيتم تطبيقها. وبعد كده دخلنا الإطار الثالث اللي هو الكوفيد 5 لأنه بيتناول أو بيركز أكثر على تكنولوجيا المعلومات، واتكلمنا على المبادئ اللي موجودة فيه و ايه الابعاد اللي موجودة. قلنا عندنا خمس مبادئ وعندنا سبع ابعاد للتمكين. وبعد كده اتكلمنا على الفصل ما بين الحوكمة والادارة، وقلنا نركز عليها كويس جدا، وقلنا ان الحوكمة فيها خمس عمليات بيتم عمل لهم توجيه وتقييم ورقابة، وقلنا ان الادارة عبارة عن اربع مجالات، كل مجال بيتضمن مجموعة من الانشطة لابد من تطبيقها. شكرا، ان شاء الله لو في اي جديد هنتواصل مع بعض.